ناخذين اكزامبل 9-1 من شاب. طيب نشوف السؤال ايش بيقول. معطيني 50 هورس باور 250 فولت محرك 1200 RPM DC. هلا هون رح استعمل تعبير شنط، الشنط بيشبه الى حد كبير سيبرتلي اكسايتد. خلينا نشوف رسمه الشنط. ممكن شنط يعني عندي هذه جاي بهذا الشكل مشبوكه هون مع المحرك، وان بارلل فيلد سيركت. لما بنقول في اللغة سيريز، سيريز يعني اشياء مشبوكين ان سيريز بالتوالي، مش هيك؟ لما بنقول شنط مشبوكينهم مع البارلل، يعني كلمة بارلل شلط شنط. فهاي السيركت هون هذا بنسميه شنط موتور. لو كان هذا مفصول من هون ومفصول من هون ومزود من دائرة ثانية بنسميه سيبرتلي اكسايتد. لو كان هذا مش موجود وكان عندي بيرمننت ماجنت سمي بيرمنت ماجنت، وما بنرسمش اصلا الرسمه هاي اللي موجوده. في الحاله هذا هون شنط، معناها السبلاي تبع الفيلد من وين راح يجي؟ وين بحط ار اي اي اي؟ وين بحط ار فيلد؟ لانه انا الفيلد ما بشبكه هون داخل المحرك. الار اي جوا موجوده، لانه الار اي وين موجوده فيزيكلي؟ لو رحت اطلعت على الار متشر تبعت الريزيستنس، اذا فتحت هذا المحرك لحرائي الريزيستنس في داخله افكها وافصلها واطلعها واقول هاي اسمها ار اي ولا هو نفس الاسلاك هذول لما لفيت عدد كبير جدا من اللفات. اذا انا ما بقدر اوصل لار اي، بقدرش اوصل للنقطه هاي، هاي نقطه تخيليه غير موجوده، فما لها منطق انك تروح تشبك هاي النقطه هون. ار اي هي من ضمن المحرك نفسه، بس احنا عشان تفكيرنا فصلناهم، طلعنا ار اي وحطيناها مقاومه لحالها وحطينا الايديال موتور هون او الايديال جنريتر الموجود هون. ونفس الشيء بالنسبه لل اي، ال اي ما في شيء اندكتر في داخل المحرك، لما لف السلك من هون اعطى لنفسه اندكتنس مع الكور تبع الكور اللي هو ملفوف حواليه فاعطاني ال اي، بس ال اي احنا بنهمله هون بنعتبر عندي ستيت كونديشن. الهورس باور قديش بيساوي؟ 1 هورس باور 746 واط. فعندي 50 هورس باور بيساوي قديش؟ 37 بيطلع 37,300. هلا المفروض هاي ال 50 هورس باور تكون مساويه للريتد سبيد مضروبه في الريتد تورك. اوكي دي هي الاوتبوت ميكانيكال. يعني عاده لما انا ببيع موتور بقول هذا المحرك 50 هورس باور موتور بفهم ضيّن هو الافيلبل، مش الالكتريكال باور اللي بدي احطها فيه، مش عباره عن 250 في اي. الافشنسي تبعته بتصير ال 50، طبعا هذه نومينال ما بتطلع بالضبط 50 هورس باور. هلا بنشوف ايش الريتد اللي بتطلع عنه. اذا هذا اول شيء عندي 250 فولت دي سي. طبعا عاده لما بنحكي في الدي سي بنحكي عن افريج فاليوز، بس هون احنا مفترضين انها كونستنت 250 كونستنت. لو كانت pulsating عمالي بحكي عن اي فاليو؟ الافرج. اوكي دائما في الدي سي سيركتس بنحكي عن افرج. وعندي هون 1200 ار بي ام دي سي شنط موتور. هلا حاطين في داخل هذا compensating windings ليش؟ عشان يلغوا الارمتشر رياكشن. اذا compensating windings to cancel armature reaction. وين بنحط ال compensating windings؟ في داخل البول فيس، في داخل البولز الرئيسية. اللي حاطين هون armature resistance، مدخلين في ال armature resistance resistance للبرشز وresistance لل compensating windings والانتربولز. يعني هاي RA ما تشمل بس ال resistance تبعت ال armature، تشمل كمان ال compensating windings والانتربولز إذا موجودين، وحتى البرشز. هلا عادة أنا شخصيا بفضل البرشز إنه نحط كأنها فولتج، فولتج دروب مش ريزيستنس. بس على أي حال هون محطوطة ار اي، فعندي هون الريزيستنس تبعت الارمتشر 0.06
كل ما يكبر حجم المحرك شو بتتوقعوا بيصير بهاي؟ لا، كل ما يكبر حجم المحرك بده يسحب كرنت اعلى، فبدي الفولتج دروب يكون اقل. فعاده بتلاقي حجم المحرك المحركات الاكبر بتلاقي هذا الرقم بدا ينزل. فعندي 0.06 اومز. هلا الفيلد سيركت ار اف بتساوي 50 اوم ليها، وهاي بتساوي 0.06. طب الدكتور رقمه يعني 6% هو شورت سيركت تقريبا. هذا الاسلاك، هذول اسلاك سميكه، شفتوا كيف حجمهم كان الاسلاك؟ ولذلك هذا ايش راح يعطيني لما بشغله مباشره بسكر الفولتج عليه؟ عالي جدا. متخيلين 0.06 قديش الستارتنج كرنت تبع هاي الماشين؟ قديش راح يكون الانديوس باك اي ام اف ات ستاند ستيل وهذا المحرك ثابت مكانه؟ باك اي ام اف، انت بتحكي عن ستارتنج كرنت، الباك اي ام اف راح يكون زيرو. قديش الستارتنج كرنت راح يكون في هاي الماشين؟ شيء خيالي مظبوط. 4106 تمام، بس هذا محرك ضخم، نحكي بمحرك ضخم 50 هورس باور. قديش حجم ال 37 كيلو وات محرك؟ قديش توقع حجمه يعني هيك؟ هيك تقريبا، هيك 37 كيلو بهذا الحجم، هيك ارتفاعه ها. 37 كيلو وات محرك كبير. طبعا ما بصير اشغله دايركت اون لاين، اذا شغلته دايركت اون لاين انا بسحب كرنت عالي جدا. شو لازم اعمل؟ كيف؟ يا باور الكترونكس، يا بحط ستارتنج ريزيسترز هون بعملهم شورتنج اوت. بس ستارتنج ريزيسترز طبعا هاي صارت طريقه قديمه، فالمفروض ابدا بفولتج منخفض يولد لي تورك، ببدا المحرك يلف. بس يبدا يلف شو بيعمل؟ ولد اندوس تي ام اف باك ام اف. لما ولد اندوس باك ام اف، الاندوس تي ام اف بصير يقاوم في بي. شو برد بعمل؟ برد بزيد، بزيد تدريجيا بحيث ان ترتفع سرعته، واعمل ليميتيشن لستارتنج تورك وستارتنج كارنت. طيب اذا هون اخذنا هذول 50. هلا عندي نو لود سبيد، هاي مهمة الكلمة مش هيك؟ نو لود سبيد، شو يعني نو لود سبيد؟ هون حطينا بدل راديان بير سكند حطينا ار بي ام، وهون عندي تورك. عم نحكي احنا لو لو تورك. هلا هو مش معطيني بالسؤال اي فريكشن، ما معطي فريكشن، فمعتمد انه هذا هون هو ال 1200 ار بي ام. اذا الريتد تورك والريتد سبيد وين راح يكونوا؟ يكونوا سموير هون اراوند هاي المنطقه، مضبوط؟ لانه من هاي راح يطلع معي. هل الريتد سبيد هي 1200؟ لا. ما تتوقع انت كيوزر اذا شريت هذا المحرك تقول اه لقيت محرك 1200 ار بي ام، بدي اشغله على 1200 ار بي ام، ايش التورك راح يعطيك اياه على 1200 ار بي ام؟ زيرو. اوكي؟ بدك تقول انت عمارك عامل حسابك بدك تشتغل على سرعه اقل من هاي السرعه. انا راح احط هلا تاو هون ريتد، وراح احط هون اوميجا او ان ريتد. هاي هي الريتد تورك والريتد سبيد. طيب ليش احنا ما بنقارن بالنص؟ ما راح يكون عاده، راح تكون اقرب. هلا بتشوف لما يجي بتكون اقرب للقيمه هاي اللي موجوده هون. قديش النسبه بين ستارتنج للريتد؟ بتتفاوت طبعا حسب الماشين. الكل فاهم ايش يعني نسبة الستارتنج للريتد؟ عمالي بقول هاي المشين فرضا، لو فرضنا هذا هي واحد هي ثلاثة، عمالي بعطيني ستارتنج تورك ثلاث أضعاف الريتد تورك. ليش بهمني أحيانا يكون عندي شوية ستارتنج تورك عالي في البداية؟ عشان أشغل أكسلريشن. ممتاز. يعني لو عندي قطار مثلا، قطار ضخم هون وركبت عليه مجموعة دي سي موتورز، وزن القطار مثلا 20 طن 20 متريك طن مع الركاب الموجودين فيه، بدي ابدا امشي هذا القطار من هون فرضا، او بدي اطلعه مكان سلو، بدي اخذ بعين الاعتبار انه في البدايه في عندي هاي اكسلريشن، مضبوط؟ ولذلك الهاي الاكسلريشن بتساعدني هون عليها الهاي ستارتنج تورك اللي موجود هون. لما اوصل ستيدي ستيت كونديشن وانا ماشي بدي اتغلب بس على الفريكشن او اذا في ميلان في هذا الخط، بس ما في حاجه اني اعمل، لانه بدي اضيف كينيتيك انرجي بهذا السيستم من هون. اذا بهمنا احيانا يكون عندي هاي ستارتنج تورك. إذا هاي كل المعطيات بالنسبة لهذا، مش معطيني على فكرة كي، مظبوط؟